استشهد وأصيب نحو 30 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي مساء أمس على قرية العمود بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. وقال موقع محافظة مأرب الحكومي إن ميليشيات إيران الحوثية قصفت المنطقة بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن استشهاد وجرح 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن الهجوم على قرية العمود بالجوبة هو الثاني خلال أقل من أسبوع، حيث استهدفت الميليشيات في وقت سابق منزل الشيخ عبد اللطيف القبلي نمران، ما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا بينهم نساء وأطفال. أعربت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب عن خيبة أملها من ضعف استجابة المنظمات الأممية والدولية تجاه النازحين الذين تكتظ بهم المحافظة. وقالت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في تقرير إن الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية تجاه أكثر من 54,000 نازح جراء الهجمات الحوثية محبط للغاية. وأشار التقرير إلى تصاعد تبعات أعباء الأعمال الإرهابية والعنف الحوثي المفرط بحق سكان مديرية مأرب الجنوبية. وأكد التقرير أن آلاف الأسر ما تزال عالقة بسبب قطع الطرقات وتقييد حركة النقل وتعريض المدنيين للخطر واستهداف المارة من قبل ميليشيات الحوثي. أعلنت قيادة التحالف العربي تدمير موقعين للصواريخ البالستية في محافظتي صعدة وعمران. أكد التحالف أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين، وأشار إلى أنه حيد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة. أدان رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدة لدى اليمن تفجير عدن الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وأكدت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن في بيان لهم على ضرورة تقديم مرتكبي التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط مطار عدن إلى العدالة دون تأخير. وجدد البيان دعم رؤساء بعثات الدول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن لتنفيذ اتفاق الرياض وجهود الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار والأمن في البلاد. وأكد بيان الدول الخمس دائمة العضوية أن المجتمع الدولي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مكافحة الإرهاب. قالت جامعة الدول العربية إن هجمات ميليشية الحوثي الإرهابية تستهدف الشعب اليمني بكافة أطيافه. وأدان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن وأسفر عن سقوط 12 شهيدا وإصابة العشرات. وأوضحت الجامعة العربية في بيان أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يمارسها. وأعرب البيان عن تضامن الجامعة العربية مع الشعب اليمني في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية. أدان البرلمان العربي استهداف بوابة مطار عدن الدولي بسيارة مفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وقال البرلمان العربي في بيان إن استهداف مطار عدن حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين الأبرياء. وأوضح البرلمان العربي أن استهداف بوابة المطار يشكل خطرا كبيرا وتهديدا صارخا لحركة الطيران في اليمن، داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمجابهة هذه الاعتداءات الخطيرة. وأكد البرلمان العربي وقوفه إلى جانب اليمن ودعمه ضد أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره. أعلنت الحكومة اليابانية تقديم منحة جديدة بقيمة 7 ملايين دولار لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن عبر منظمة الأغذية والزراعة الفاو. وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيان إن حكومة بلادها تبادلت مذكرات مع منظمة الفاو لإطلاق مشروع توفير دعم سبل العيش الزراعية والرعوية للنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة لهم
بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي. وقال بيان السفارة اليابانية إن هناك أكثر من 4 ملايين نازح في اليمن يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. قالت مصادر تربوية إن ميليشيات الحوثي شرعت في بيع وتوزيع نسخ من المناهج الدراسية المفخخة لعدد من الوكلاء وملاك المكتبات والأكشاك وباعة الأرصفة في العاصمة صنعاء. ودعت ميليشيات الحوثي في صنعاء المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمور طلاب المراحل التعليمية إلى المسارعة لاقتناء المناهج الجديدة المعدلة. وكشف معلمون وتربويون عن بعض الاستحداثات والتغييرات الحوثية التي طالت المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة، واعتبروا ذلك اعتداء في حق منهج التعليم يندرج في إطار التدمير الحوثي الممنهج للعملية التعليمية. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد السماح لليمنيين بالعمرة للموسم 1443 عبر منفذ الوديعة البري بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا. وألزمت وزارة الأوقاف شركات ووكالات الحج والعمرة بأن يكون قبول المعتمر من 18 سنة فما فوق ولديه جواز ساري المفعول وشهادة صحية للقاح كورونا. وشددت الوزارة على ضرورة أن يلتزم المعتمر بالإجراءات الصحية وأنظمة الإقامة في الأراضي المقدسة وبرنامج العمرة المحدد. ضبط فريق تابع لمكتب الصحة والتجارة بمحافظة المهرة عددا من ملاك المحلات التجارية المخالفة ومواد منتهية الصلاحية أثناء نزولهم الميداني لأسواق مدينة الغيضة لمراقبة الأسعار. وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبد الله خودم بأن هناك توجيهات من قيادة المحافظة بضبط أي تلاعب بالأسعار.